تطبيق حياة هو تطبيق يجمع بين المتبرعين بالدم وهيئات وبنوك الدم والحملات التي تقام في سلطنة عمان. هذا التطبيق جاء لحل مشكلة نقص الهائل في بنوك الدم بالسلطنة. فالحين بنك الدم عشان يلبي احتياجاته من المتبرعين يضطر أنه يرسل رسائل وينزل تغريدات في تويتر. هذا التطبيق بيحل هذه المشكلة. فنحن المتبرعين يسجلوا في التطبيق وأي حاجة في بنوك الدم توصل نوتيفيكيشن لجميع المتبرعين بالدم، لكل إذا كان المتبرع بالدم من فصيلة معينة هذه النوتيفيكيشن توصل لفصيلة معينة فقط غير عن باقي الفصائل على حسب الاحتياج في بنك دم معين.